وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. بداية، دفعت اعتراضات نيابية في تأجيل التصويت على منح الثقة لباقي أعضاء التشكيلة الحكومية، كيف ترون المناكفات المستمرة لعرقلة إتمام تشكيل الحكومة والتي وصلت إلى حد تهديد البعض بالاستقالة؟ أنا أعتقد جميع هذه المناكفات هي لا تصب المشروع لمصلحة المشروع الوطني، بسبب غياب المشروع الوطني لدى هذه الزعامات. أعتقد أن هذه الوزارة السيادتين المهمتين يجب أن تحسم كان في منذ بداية تأسيس الحكومة وتشكيلها. لا يمكن أن تكون هذه الوزارات المهمة أن تكون في ذيل تشكيل الحكومة ومن ثم يختلف هؤلاء. أنا لا أعتقد هؤلاء مختلفين من أجل المصلحة الوطنية، وإنما من أجل المصلحة الحزبية والفئوية والشخصية. هذا يجعلنا أنه نحن أمام كتل سياسية من الصعب جدا أن تقوم بأي خدمة للمجتمع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي. نعم. طيب، من أبرز الوزارات التي عليها جدل وزارتا الدفاع والداخلية، لماذا تتجاذب الكتل للسيطرة على هاتين الوزارتين بالذات؟ هذه الوزارات تمتلك شيئين. أولا، تمتلك نفوذ قوي كوزارات سيادية أمنية، لها ميزانيات قوية جدا. فالسياسي الموجود داخل الكابينة الحكومية أو داخل البرلمان ماذا يريد؟ يريد تمكين ويريد مال. هذا الوزارتين موجود فيها من الميزانية الكبرى وفيها من التمكين، لأنها قوات أمنية ومئات الآلاف. ولكن علينا أن نعود شوي إلى الخلف، أن وزارة الدفاع أفرغت من محتواها. لهذا السبب على أعدب كثير من السنة يختلفون على وزارة الدفاع، وهي أفرغت من محتواها لأنه تشكيل قيادة العمليات في زمن نور المالكي أفقد وزير الدفاع وحتى رئيس أركان من أي مسؤولية تجاه وزارة الدفاع. ما قيمة اليوم؟ من يعرف اليوم صلاحيات وزير الدفاع العراقي وقيادة العمليات مرتبطة بشخص رئيس الوزراء أو قائد العام القوات المسلحة؟ حتى رئيس الأركان لم ترتبط به. فما قيمتها اليوم؟ أفرقت من محتواها وأصبحت وزارة غير سيادية على خلاف وزارة الداخلية. طيب، تيار الحكمة يقول أن تجار السلاح يضغطون لاختيار وزيري الدفاع والداخلية، إلى أي مدى ترون نفوذ لوبي السلاح في العراق موجود؟ ولوبي السلاح موجود، ولكن تيار الحكمة هو جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. علينا أن ندرك هذه. أنا اليوم تصريحات الساسة في البرلمان وفي الكابينة الحكومية لا يمكن أن نعتمدها بحس النوايا، التعامل مع هؤلاء بحس النية يعني خطأ فادح وخسارة كبيرة. لابد أن نتعامل معهم يعني بالشح. أنا أشكك في كل كتلة تتكلم عن أن هناك فساد وهي جزء من المشكلة، وهي جزء من هذه الكابينة، وهي جزء من البرلمان. لماذا لا يعملون على وفق إجراءات قانونية يمنحوا هذا الفساد؟ لهذا السبب أنا أشكك فيما يقول. ولكن مافيا الفساد نعم موجودة، مافيا السلاح موجودة ولها سطوة على الحكومة العراقية. طيب، هذا اللوبي ما أثره على الحياة السياسية من جهة، وعلى حياة المواطن يعني بعد تأكد أن حالة انفلات السلاح في العراق يسببها هؤلاء؟ يعني شيئا فشيئا بدأ يسيطر على كافة مفاصل الدولة ومفاصل الحياة العراقية، خصوصا بعد شرعنته مثل كثير من المنشآت عندما شرعنت في الدورة السابقة تحت مظلة الحشد الشعبي. الآن يراد أنه تشكيل ميليشيات جديدة، ومن ثم قبل نهاية هذه الدورة أيضا سيشرعن لها باسم جديد. لهذا السبب أمام مشكلة في العراق، أنه جميع أغلب الفاسدين أو الذين سببهم في مشاكل نجد بعد مدة من الزمن يشرع لهم هذا الأمر. ألم تكن الميليشيات سابقا هي جزء من المشكلة عام 2006 و2004؟ نعم. وكذلك الآن نجد أن انفلات السلاح سيشرع له تشريعا وهكذا. ولكن علينا أن ندرك أن جميع هذه الشرعنات هي لمكون واحد دون المكونات الأخرى. ولهذا السبب نحن نميل كفة ميزان تميل لطرف واحد دون الأطراف الأخرى. كان معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين سبعاوي، شكرا جزيلا لك.